مشاهدي ليبيا لكل الأحرار، أهلا بكم في حلقة جديدة من بوضوح. يواصل المجتمع الدولي الضغط على مختلف الأطراف الليبية المتصارعة بهدف الوصول إلى حل سياسي للأزمة الراهنة، وتعمل الأمم المتحدة من خلال مبعوثها إلى ليبيا برناردينو ليون على إقناع مختلف الأطراف للجلوس على طاولة الحوار بعد جولة أولى في غدامس لم تنجح في إيقاف الاقتتال وحل أزمة الصراع على الشرعية بين شرعية انتخابية وأخرى دستورية قانونية. ورغم تعنت بعض الأطراف وهروبها باتجاه مزيد من التصعيد، إلا أن الكثير من الملاحظين يؤكدون أن الحل في الشرعية توافقية. سنبحث في هذه الملفات وغيرها مع ضيف حلقة اليوم من برنامج بوضوح، المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة الدكتور عبد الحميد صيام. سيد صيام، مساء الخير. أهلا وسهلا. أولا، كيف تقيم مقترح رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا برناردينو ليون المتمثل في عقد الحوار المرتقب في جنيف؟ يعني أعتقد أنه قام باختراق بالتواصل مع جميع الأطراف وإقناعهم بالحضور إلى جنيف، وهو ما سيتم الأسبوع القادم. اتصل بكافة الأطراف سواء في طبرق أو في طرابلس، وعمل بهدوء ودون كلل ودون ملل ودون أن يلحق به اليأس، مع أن كان هناك على الأرض تصعيدا عسكريا شديدا من كافة الجهات، إلا أنه بقي مستمرا في جهوده الحثيثة إلى أن أقنع جميع الأطراف. وربما كان هناك توافق إقليمي وتوافق دولي حول هذا الموضوع، لأن الأزمة الليبية كما يقتنع معظم الليبيين بأن حلها ليس عسكريا بل حل سياسي. أعتقد أن الخطوات التي قام بها السيد برناردينو ليون مقنعة جدا، لأنه لا يريد أن يفرض حلا من الخارج. هو يؤكد أن الحل يجب أن يكون ليبيا، وأن الحوار يجب أن يكون بين أطراف الأزمة الليبية، لا إقصاء ولا استحواذ، لا اتهامات ولا تخوين. الكل يأتي إلى طاولة الحوار، يحمل شروطه معه، ويحاور بطريقة حضارية إلى أن يلتقي الليبيون معا على برنامج موحد يمشون معا إلى تنفيذه. تحدثت سيد صيام عن عدم الإقصاء والانفتاح في أطراف الحوار، وفي هذا السياق ليون كشف أنه سيدعو للحوار أطرافا أخرى، إضافة إلى المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب المنحل بقرار المحكمة العليا. فكيف تقرأ هذا الانفتاح في لائحة المدعوين للحوار من قبل الأمم المتحدة؟ يعني الأمم المتحدة لم تصنف أحدا أنه جماعة إرهابية إلا مجموعة أنصار الشريعة، وطبعا جماعة صغيرة موجودة في مدينة درنا سيطرت عليها وأعلنت ولاءها لداعش. هذه جماعات مقصى من الحوار، لأنها حسب تصنيف مجلس الأمن لا يجوز أن تدعى إلى الحوار. لكن بقية الأطراف، الكل حمل السلاح، الكل انتهك سيادة ليبيا، الكل مارس التعذيب، الكل مارس الاعتقالات العشوائية. لكن هؤلاء المجموعات والتي تحمل السلاح وتحمل القوة لها تأييد يجب أن تدعى إلى الحوار، على أساس أن يكون هناك وقفا مؤقتا لإطلاق النار كما دعا السيد ليون. ثم هناك قوى أخرى مؤثرة وفاعلة، القوى القبائلية في الجنوب، وهناك أيضا مجموعات أخرى في أكثر من مكان، في مصراتة وفي زنتان وفي الشرق في بنغازي وفي أكثر من موقع. الكل يدعى إلى الحوار، والكل يأتي بشروطه، والكل يحاور، ولكن الهدف الأساسي كما قال السيد ليون هو الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، وقف العمل المسلح فورا، سحب الميليشيات من الشوارع، ثم مراقبة عملية وقف اطلاق النار. وهنا يأتي دور الأمم المتحدة حتى يتم التحقق مما يتفق عليه الأطراف جميعا. ثم تأتي النقطة الأخيرة وهي الدستور والانتخابات القادمة للوصول بليبيا إلى دولة الاستقرار والديمقراطية والتعددية. نعم. وسيادة القانون. ولكن هل تتوقع أن يستجيب أطراف الصراع لدعوة الحوار هذه المرة، خاصة بعد التصعيد في لهجة الأمم المتحدة التي لوحت باللجوء إلى ما أسماه ليون في حديثه مع قناة CNN الأمريكية؟ نعم. باللغة الأخرى غير الحل السياسي. هذا صحيح، وربما يكون لهذا التهديد أثر طيب، أي أن الأطراف جميعها اقتنعت بأن إذا لم يأتوا إلى الحوار فسيكون هناك عقوبات
وسيكون هناك جزاءات، وسيكون هناك حساب، وسيكون هناك تقديم للمحكمة الجنائية الدولية. لن يفلت أحد من العقاب، فرصتهم الأخيرة. نغلق صفحة الماضي ونفتح صفحة جديدة في الحوار والعمل معا على إعادة ليبيا الوطن، ليبيا الدولة، ليبيا الشعب إلى المسار الصحيح، وهو مسار التسوية السلمية، التسوية السياسية، ثم الوصول بليبيا إلى الاستقرار. لا مناص من هذا الحل. اقتنع الجميع بأنه لا حل عسكريا ممكن، لا من هذا الطرف ولا من ذاك. وأيضا يبدو أن هناك أطراف إقليمية، الزيارات التي قام بها بعض الأطراف الليبيين إلى قطر وإلى الكويت قد تكون لعبت دورا في هذا المضمار. يعني لم تأتي هذه الموافقة على عقد مؤتمر جنيف من فراغ، كان هناك عمل صامت ودؤوب لمدة طويلة إلى أن تم الوصول إلى مثل هذا التوافق. نعم، سبق أن أشرت إلى مآخذ حول طريقة عمل ليون في ليبيا عندما اكتفى بالجلوس مع الأطراف الليبية ولم يجلس مع الأطراف الخارجية مثل فرنسا. الآن بعد تصريحات الرئيس الفرنسي بعدم نية بلاده التدخل عسكريا في ليبيا، كيف تقرأ آفاق الحوار المرتقب؟ أعتقد أن الحوار، يعني إذا جاء الجميع بنية إنقاذ ليبيا وليس إنقاذ أنفسهم وأحزابهم، ممكن أن يخرج الحوار بمشروع مؤقت يتم تنفيذه على الأرض، وهي خطوات صغيرة وبسيطة ننتقل منها إلى الخطوات الأكبر، وهي التوافق على حكومة وحدة وطنية. إذا اتفق الأطراف على هذه النقطة بدون، كما قلت، بدون إقصاء ولا استحواذ، يمكن حل المشكلة. أيضا المجتمع الدولي غير معني الآن بالتدخل عسكريا. من يعتقد أن هناك أطرافا ستقف معه إلى النهاية وتدعمه بالسلاح وتسلح وتدرب وتصرف المليارات، هذا واهم أيضا. العالم كله الآن مصاب بتعب الحروب الصغيرة التي مطلوب من المجتمع الدولي أن يساهم في حلها، من الكونغو إلى جمهورية أفريقيا الوسطى إلى جنوب السودان، طبعا ناهيك عن العراق وسوريا واليمن. لكن في المقابل لتصريحات الرئيس الفرنسي سيد صيام، وصفت مبعوثة مجلة باري ماتش الفرنسية إلى النيجر تحركات وزير الدفاع لودريان ولقاءاته مع القادة الأفارقة بقولها: لودريان يحث الخطى نحو عملية عسكرية في ليبيا. فيعني كيف تقرأ هذا الطرح؟ يعني هذه أساليب عمل دبلوماسية، لا أعتقد أنه الرئيس وزير الدفاع يقرر بنفسه، هذه مؤسسات تعمل من ضمن مؤسسة الدولة ومؤسسة الرئاسة. طبعا هناك 5 دول أفريقية اجتمعت في نواكشوط وطالبت بالتدخل العسكري. هناك طبعا بعض الأطراف الليبية طالبت المجتمع الدولي بتسليح الجيش الليبي، لكن كل هذا يعمل من أجل زيادة الضغط على الأطراف. أعتقد أن عدم تجاوب المجتمع الدولي بالتدخل عسكريا لصالح هذا الطرف أو ذاك، ثم إيجاد أجواء مصالحة داخليا في الوطن العربي وخاصة في دول الخليج، أدى إلى ربما المساهمة في إقناع بعض الأطراف المتعنتة أن تجلس إلى طاولة الحوار بدل أن تؤكد على أنها ستحسم الموضوع عسكريا، وهو أمر يبدو أن الجميع الآن اقتنع أنه لا حسم عسكريا للمسألة الليبية. هذا ما يجعلنا نتساءل أين يكمن المشكل حقيقة، يعني هل هو في ضعف آلية التفاوض باتجاه الحوار أم هناك قوى تعرقل عمل الأمم المتحدة في ليبيا؟ يعني هذا سؤال حقيقة معقد، والإجابة عليه يجب أن نعود قليلا إلى الوراء. وإذا سمحت لي أن أقول إن ليبيا الذي خلفها القذافي بعد 42 عاما لم يكن هناك مؤسسات حقيقية، لم يكن هناك مجتمع مدني، لم يكن هناك جيش مهني، لم يكن هناك أحزاب، لم يكن هناك حياة سياسية. لذلك انهارت هذه المؤسسة التي من الخارج تبدو مهمة وكبيرة، لكنها من الداخل مثل بيت العنكبوت انهارت، وبالتالي كل يحمل سلاحه بدأ يحاول أن يفرض سلطته. النقطة الثانية والمهمة أن المجتمع الدولي عندما فوض بقرار 1973 عام 2011 الناتو للتدخل العسكري خرب في ليبيا أكثر مما عمل. صحيح ساهم في إسقاط القذافي، لكنه الدمار الذي خلفه الناتو ويقدر ب70 مليار دولار، ثم فجأة انسحب مرة واحدة دون أن يوجد آلية
الاستمرار في العمل مع الأطراف الليبية للوصول بليبيا إلى الاستقرار، وهي تجربة تكرر ما حدث بالضبط في أفغانستان عام 1989 عندما انسحب السوفيت وترك الدول الغربية، تركت الدول الغربية التي ساهمت في الصراع الأفغان لمصيرهم، فدخلوا في حروب أهلية استمرت سنوات طويلة. هذه الأخطاء الكبرى التي ارتكبها نظام القذافي وارتكبتها الناتو، هذه هي البيئة التي نشأ فيها هذا الصراع الليبي الليبي. ثم جاءت الدول الإقليمية لتصطف وراء هذا ووراء ذاك، وأصبحت الحرب الليبية هي حروب بالوكالة، كل يدعم الطرف الذي يؤيده سواء في الشرق أو في الغرب، ولذلك نجد أنفسنا أمام هذه الصورة المعقدة في ليبيا. نعود إلى بعثة الأمم المتحدة، يعني حيث سبق أن هجم السيد طارق متري واتهم بالانحياز، ومنذ أسابيع هناك أصوات في الشارع الليبي تتهم السيد ليون بالتحيز. ما مدى واجهة هذه المآخذ؟ هذه حقيقة ليست صحيحة، لأن المشكلة في المجتمعات عندما تكون منقسمة سياسيا وبالتالي منقسمة عسكريا، كل يريد ممثل الأمم المتحدة أن يتبنى روايته وأن يتبنى وجهة نظره، وهذا غير صحيح. يعني عندما قام السيد ليون والتقى بالسيد نوري أبو سهمين في طرابلس، اتهمه الطرف الآخر بأنه منحاز وأنه أقرب إلى تأييد قرار المحكمة الدستورية، وحتى خرج أحد المتحدثين في طرابلس ليقول إن السيد ليون أيد قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان الليبي الموجود في طبرق. ثم عندما قام بزيارة طبرق والتقى بالبرلمانيين والتقى أخيرا كما تعرفون بالسيد خليفة حفتر، اتهمه الآخر بأنه أيضا منحاز لطرف، وأن الشرعية الدولية التي منحت لبرلمان طبرق السيد ليون يتعامل مع الطرف الآخر بأنه غير شرعي، وهذا غير دقيق أيضا. منذ البداية السيد ليون قرر أن يتصل بجميع الأطراف، وعندما التقوا في قدامس في 29 سبتمبر الماضي جمع 12 من هذا الطرف و12 من هذا الطرف ودخل بينهم في حوار، وكان الحوار جادا وحقيقيا، وكان في أجواء الحوار نوع من المحبة ونوع من الألفة بين الأطراف، لأنهم يعرفون بعض. ليبيا بلد صغير، الكل يعرف الكل، ليست مثل العراق وليست مثل سوريا، بلد كله مسلمون، كله ينتمون إلى المذهب المالكي، بلد الكل يعرف الآخر عن نتيجة القرابة والصداقة، وبالتالي الذي عقد الأمور في ليبيا هي التدخلات طبعا وفلول القذافي الذين حاولوا أن يستعيدوا بعض سلطاتهم خاصة في الجنوب، وتقاعس المجتمع الدولي عن دعم العملية الانتقالية في ليبيا. نعم، والصراع في ليبيا اليوم بين شرعيتين إن صح التعبير، شرعية انتخابية وأخرى دستورية قانونية. هل يصبح الحل فيما يسمى بالشرعية التوافقية حسب رأيك؟ نعم، الحل هو ما ينتج عن توافق الأطراف الليبية على أساس لا استحواذ ولا إقصاء. كل من يعمل على بناء الوطن وكل من يحب بلده ويريد أن يخرجها من هذا المأزق ومن هذا النفق المظلم هو الذي يجب أن يكون مشمولا في الحوار وأن ينقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار. هذه هي الشرعية التي تصدر بالتوافق عن الأطراف الليبية مدعومين بمحيطهم العربي وبالمجتمع الدولي. نعم، وكيف تقيم مواقف دول الجوار في الأزمة الليبية التي تأرجحت بين رافض للتدخل العسكري وبين مؤيد وساع له؟ يعني حقيقة دول الجوار ودول المحيط العربي أعتقد أنها لعبت دورا سيئا في الأزمة الليبية، كما لعبت دورا سيئا في اليمن، ولعبت دورا أسوأ في سوريا، والآن تلعب دورا سيئا في العراق. يعني المشكلة أن غياب الجامعة العربية ودورها الفاعل، ويعني تعمل على أساس أنها تقول كلمتها وتمشي، أو شاهد ما شافش حاجة، يعني هذا الدور السلبي الذي لعبه الجوار. يعني أنا أستثني تونس بصراحة، لأن تونس لعبت دورا إيجابيا وما زالت تستقبل اللاجئين الليبيين والمشردين وتحاول أن لا تتدخل في الشأن الليبي، لكن كثير من دول المحيط العربي لعبت دورا سلبيا أجج الأزمة وفاقمه. وأتمنى أن تنتهي هذه المرحلة وأن يعمل الجميع الآن بطريقة إيجابية لإنجاح الحوار في جنيف. وبرأيك لماذا بدت أمريكا غير مهتمة بالأزمة الليبية مثل فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية الأخرى سيد صياب؟
يعني أمريكا تحاول أن تحدد أولوياتها، أولويات أمريكا، والتي يكون هناك رأي عام يؤيدها. الرأي العام الآن منصب حول موضوع الإرهاب وموضوع داعش وموضوع التدخل العسكري في منطقة سوريا والعراق، هذا هو الأساس. أوباما رجل لا يحب الحروب، وهو حاول أن ينهي حربين مهمتين في العراق وفي أفغانستان، لكن وجد نفسه متورطا في السنتين الأخيرتين من ولايته في البيت الأبيض في حرب في منطقة العراق وسوريا. هو لا يريد هذه الحروب، والرأي العام الأمريكي بعد ما حدث في العراق نافذ من قضية الحروب، مشمئز من موضوع التدخلات العسكرية، وبالتالي ليبيا لا تظهر على الرادار الأمريكي في منطقة عالية. ما دام هناك مجتمع دولي وما دام هناك أمم متحدة تتعامل مع الموضوع، فالأمريكيون يعملون دائما من خلف الستار، من خلف الموقف الأممي أو الموقف الفرنسي أو موقف مجموعة دول غرب أفريقيا وهكذا. لكن إذا تفاقمت الأزمة وتحولت ليبيا إلى دولة فاشلة وأصبحت منبتا للإرهاب وتفريخ الإرهاب وتصدير الإرهاب، هناك نعم ستبدو على رادار الولايات المتحدة في موقع عالي. نعم اقتصاديا الآن تشهد أسواق النفط هبوطا لافتا للأسعار، والاقتصاد الليبي يقوم على عائدات النفط أساسا، فكيف ستنعكس هذه الأزمة الاقتصادية على الواقع السياسي للبلد حسب رأيك؟ هي أصلا منعكسة الآن في ليبيا. الوضع الليبي الاقتصادي وضع يكاد ينهار. كمية النفط التي تستخرج وتصدر هبطت بتقريبا بثلاثة أرباع القيمة، وبالتالي تأثر كافة الأعضاء أو الأطراف الليبية بهذا الانخفاض. تصدير النفط أصبح مشكلة بالنسبة سواء للليبيين في الغرب أو للليبيين في الشرق، والهلال النفطي أصبح موقع يعني هجوم من كافة الأطراف، يريدون أن يستولوا على الهلال النفطي. وبالتالي الوضع الاقتصادي في ليبيا كان متأثرا جدا بأزمة البترول وانخفاض الأسعار من جهة، ومن جهة أخرى انخفاض الإنتاج في كافة أنحاء ليبيا. وبالتالي قد يكون هذا أيضا أحد الدوافع الذي دفع الأطراف إلى القبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة عبد الحميد صيام، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا اليوم في بوضوح، ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والاهتمام. دمتم في أمان الله.